قدمنا إلى وفدي السويد وفنلندا خلال محادثاتهما في أنقرة الأسبوع الماضي معلومات ووثائق، ونتوقع منهما مراعاة ما قدمناه من ملاحظات بشأن التحركات التي يتعين عليهما القيام بها لتلبية مطالبنا، وبعد ذلك سنقرر نحن متى وعلى أي مستوى سيعقد الاجتماع القادم بشأن هذه المحادثات. ولذا فإن مسار العملية يعتمد كما أوضحنا على تحركات فنلندا والسويد في ضوء ما قدمناه إليهما.